يقول السائل: رجل مات ببلد أجنبي، هل يجوز نقله إلى بلد أهله ليدفن هناك؟ إن كان في البلد الذي مات فيه مقابر مسلمين يدفن مع المسلمين في مقابر المسلمين ولا ينقل، أما إذا لم يكن هناك إلا مقابر كفار، إذا لم يكن في البلد الذي مات فيه إلا مقابر الكفار فينقل إلى بلاد المسلمين. نعم.